رغم أن الجزائر تجهل هذه التقنية إلى حد ما، إلا أن مؤسسة لافارج هولسيم أبت إلا أن تعرض ما يمكن لمادة رابطة تدعى أرديا أن تحققه في تشييد الطرقات وحتى تعبيتها باستعمال آلة خاصة. هي تقنية قد تقلص التكاليف من 15 إلى 50% سيما بالنسبة لإعادة تهيئة الأرضيات. C'est une solution qui permet de construire efficacement, construire et rénover efficacement les routes. Des économies prouvées sont de l'ordre de 15 à 50%. Donc on diminue bien sûr les coûts, on diminue d'une façon très forte les délais de réalisation, on offre plus de durabilité sur les ouvrages et on réduit l'empreinte environnementale parce qu'on utilise les matériaux locaux et ça évite de faire du remblai, du déblai, ouvrir des gîtes d'emprunt et acheminer des granulats. إعادة تعبيد الطريق بين بلديتي مقطع خيرة وتسالة المرجة على الطريق الوطني رقم 67 ورصد له غلاف مالي قدر ب6 ملايير دينار. هو مشروع ازدواجية الطريق وإنشاء رابطة ما بين طريق الوطني رقم 1 على مستوى تسالي المرجة نحو زيرالدا مرورا بالمكان المسمى مقطع خيرة، بحيث على مسافة 19 كيلومتر فيه مقاطع جديدة وفيه مقاطع يتم الازدواجية تاعهم، يعني انشأنا طريق جديدة ونعاودوا المقاطع القديمة نعاودوا نحيوها، يعني نعاودوا الريسيكلاج دو لا شوسي اكزيستونت. واش معناتها؟ معناتها بور لي زوفراج دار تو سكي ايشانجور ايتو هذوك راسي نف جديد، يعني حوالي المبلغ حوالي 5 مليار 6 مليار دينار جزائري 600 مليار سنتيم، فيه 6 يعني محولات بما فيها يعني لاتريمي تاع دواودا. وحسب المعايير التقنية المعمول بها دوليا فإن إعادة تهيئة الطرقات وتعبيدها يجب أن يكون بشكل مستمر باعتبار أن مدة حياة الطريق 20 سنة.